في الاول عايز اقول حاجه، يعني انا امبارح واحنا بنتكلم من خلال حلقه كلام في الميديا وكنا بنقول البعض بيتساءل عن موقف النادي الاهلي، الواحد كان بيجز على اسنانه كده يقول هو الاهلي ما ردش ليه لحد دلوقتي؟ هو الاهلي ما طلعش اي بيان ليه خالص؟ يعني كانت حاجه غريبه شويه، ودايما الواحد بيفكر بالطريقه دي لان هو واحد من جمهور النادي الاهلي وبيقرا الموقف والمشهد بيبقى ماشي ازاي وكلام من ده. لكن في الحقيقه انا عايز احيي كل التحيه وكل التقدير لمجلس اداره النادي الاهلي. ليه بقى؟ لانه تريث ودرس الامور بكل معطياتها بشكل دقيق جدا، وده المطلوب دايما. وبالمناسبه مش مجلس الاداره الحالي بس، لا هو سيستم في النادي الاهلي. في ازمه حصلت، في تاجيل حصل، بس انا مش باخد قرارات سريعه، مش بتكلم بسرعه، مش بعمل مداخلات واقول انا هعمل ايه وكلام، لا لا لا، انا بدرس الامور وبقيمها، وبناء على كل هذه التقييمات وهذه الدراسه باخد قراري، وده اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي. فالحقيقه يعني كل التحيه وتقدير ليهم، لان ده تصرف صحيح جدا ولازم كلنا نتكلم عليه في البدايه. بالتالي بعد ما تريثوا وبعد ما فكروا ودرسوا كل المعطيات، قرر النادي الاهلي ايه؟ طبقا للبيان اللي خرج من حوالي ساعتين ثلاثه بالكثير قوي، ان يا جماعه احنا مش هنلعب اي مباراه في الدوري غير لما نلعب مباراه القمه. ليه بقى؟ الموضوع ده فيه شقين. طبعا البيان قدام حضراتكم على الشاشه، واكيد حضراتكم طبعا كلكم قريتوه من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الشقين ايه؟ الشق الاول ان النادي الاهلي بيحترم وبيقدر جدا جدا ايه التداعيات الامنيه والجوانب الامنيه والقرار ده، مفيش خلاف عليه. الاهلي بيقول ان دايما بيبقى ليه القرار الاول والاخير في كل الاحوال، وكمان اشار لجزئيه مهمه ان دايما الامن في مصر بيقدر ان هو يامن كل الاحداث الرياضيه. وبالمناسبه احنا كنا بنتكلم قبل ما البيان يطلع امبارح في هذه الجزئيه، ان الامن المصري بيقدر ان هو يساعد في اقامه كل المحافل الرياضيه المهمه وبشكل عام في مصر. والدليل على كده، وده اللي مكتوب ايضا في بيان النادي الاهلي، ان كان في بطوله الامم الافريقيه قبل كده في مصر من كام شهر ب 24 منتخب، ونجح الامن المصري في تامين هذا الحدث في حضور العديد والعديد والالاف كمان من الجماهير بشكل عام مختلف الجنسيات في كل المباريات وكل الملاعب في مصر. فده دور مهم جدا رجال الامن، والنادي الاهلي بيقدر هذا الدور بشكل كبير جدا. كمان النادي الاهلي قال يا جماعه ان احنا ما كناش معترضين خالص ان نلعب مباراه القمه في برج العرب، رغم ان كان محطوط في الجدول ان مباراه القمه هتبقى في استاد القاهره، لكن احنا ما كانش عندنا اي مشكله طبقا للجهات الامنيه ورؤيتها ان نلعب في برج العرب ومن غير جمهور كمان. لكن برضو ده قرار الامن واحنا بنحترمه، ودي جزئيه برضو مهمه ولازم نركز عليها. اذا النادي الاهلي ايه؟ بيحترم ويقدر قرارات الجهات الامنيه، مفيش خلاف على الجزئيه دي. امال النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي بيضع اتحاد الكره امام مسؤولياته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي كاتحاد كره انت حطيت لي جدول مسابقه، مواعيد مباريات بترتيب معين بايام معينه بكل هذه الامور، كل هذه الترتيبات، فانت ملزم انك تمشيني وتمشي الدوري المصري والنظام يطبق باي طريقه من الطرق. هتقولي ازاي يعني هيلعبوا ماتش غصب عن الامن؟ لا طبعا، الموضوع بسيط، اجل الماتشات لغايه لما الامن يلاقي وقت مناسب نلعب فيه مباراه الزمالك عشان نمشي بترتيب. هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ الاهلي عايز يعمل ايه من الاخر؟ الاهلي عايز يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص اللي ما كانش موجود خلال السنه الماضيه، ما حصلش وكان في ازمات كتيره جدا. السنه اللي فاتت حصل ايه؟ تأجيلات قد كده ومواعيد مباريات تتغير مرتين وثلاثة وحاجات كتيرة حصلت وأدى لمشاكل عديدة وأمور كنا في غنى عنها، وكان موسم استثنائي. الأهلي بيحاول يساعد على عدم تكرار هذا الموسم الاستثنائي، وده دور النادي الأهلي الكبير. دايما الأندية الكبيرة لازم يكون ليها دور في الموضوع ده، مش بس إن أنا أدور على مصلحتي. أو ممكن النادي الأهلي يقول لك خلاص ماشي ألعب جونة وماتش الزمالك يبقى يتلعب بعدين، لا، إحنا عايزين نظام محدد ونظام بشكل مظبوط زي ما تم الاعلان عنه من قبل اتحاد الكوره. والمشكله كمان هنا ايه؟ ان اتحاد الكوره لما اعلن وعد كمان انه هيطبق المباريات والنظام بشكل زي ما تم الاعلان عنه، لكن ده ما بيحصلش دلوقتي. من الاخر كده اعتقادي، يعني اعتقادي الشخصي بعيد عن قرار النادي الاهلي وبعيد عن بيان النادي الاهلي، انه واضح ان كان في الامور امور، واضح ان كان في طرف من الاطراف
حاولت ان هي تاجل مباراه القمه بناء عليه. ممكن يكون البيان ده خرج عشان كده، لكن في كل الاحوال الهدف الاساسي من هذا البيان هو مراعاه مصلحه الكره المصريه، لان في الحقيقه كل الانديه رتبت نفسها على مباريات بطريقه معينه او بترتيب معين، سواء من الجانب التسويقي، الجانب الفني، بعديد والعديد من الجوانب. لان يا جماعه في الاخر الكره صناعه، الكره مش مجرد لعبه ترفيهيه انت بتلعب وخلاص وبنجمع 11 لعيب من هنا ومن هنا وبنلعب، لا طبعا. زي العالم كله دلوقتي بالنسبه للكره دي صناعه، والرياضه بشكل عام صناعه مهمه جدا يجب احترامها ويجب مراعاه كل من يعمل في هذا المجال، بالتحديد فيما يتعلق يعني باللاعبين والجهاز الفني وترتيباتهم لكل المباريات. فبالتالي النادي الاهلي في كل الاحوال بيضع اتحاد الكره امام مسؤولياته، وان انت تحاول تتصرف وتحل، واحنا مستنيين الامن يقرر ميعاد جديد لمباراه القمه، ومش هنلعب اي مباراه، مش هنلعب اي مباراه، ده كلام النادي الاهلي، قبل ما نلعب مباراه القمه. في الحقيقه كلام محترم جدا، و كاهلاوي مبسوط جدا من بيان ده بصراحه. انا بحب اتكلم دايما بصراحه يعني، لان حسيت ان النادي الاهلي مش بس بيفكر في مصلحته، لا بيفكر في مصلحه الجميع، وده شيء مهم جدا. وفي نفس الوقت هو دايما بيحترم الامن من خلال ما احنا اتكلمنا وعدنا وزدنا في الجزئيه دي. فهنشوف الامور الفتره الجايه هتبقى عباره عن ايه. كده يا جماعه الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ الفريق الاول بيعمل ايه؟ بيتمرن بس. طب الماتش الجاي عنده مين؟ هتسالني تقول لي الماتش الجاي مين؟ هقول لك مباراه القمه. ازاي يا عم مباراه القمه اتاجلت؟ لا هي اتاجلت، بس احنا مش هنلعب، النادي الاهلي مش هيلعب غير بالترتيب المباريات اللي عنده، انه هيلعب ماتش القمه. وقت ما الامن يشوف ميعاد مناسب للفريقين اهلي وزمالك، وده اللي اكد عليه النادي الاهلي في البيان تقريبا يعني، او اكيد يعني زي ما قريت البيان قبل ما ادخل الهواء، راعي مواعيد مباريات الفرقتين افريقيا، وحدد مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه بالتنسيق مع الامن في التوقيت اللي يناسب الامن، واحنا ما عندناش مشكله، ونبتدي المباريات بشكل طبيعي جدا، بدايه مباراه القمه وبعد كده توالي المباريات طبقا لجدول كل فريق في البطوله. لكن